أنا على حسب اعتقادي ومش تقليل يعني من كارتوزو، لأنه الفيلوزوفي نتاعو معناها واضحة والأوبلانت نتاعو، لكن زاد معين وطارق حضروا له زاد جمعية أرضية، حضروا له زاد جمعية وطلعوا له وليدة صغار من جملتهم ميشا اللي حكينا عليه وهيبي وزكريا العايب وعديدة هي الأسماء. ممكن التراجي بتاع معين وطارق ثابت نرجع حتى الأسبوع الفارس يوسف قال القدر بتاع التراجي إنها تصنع اللعب وتمشي القدام، والكل نعرفوا التراجي كفريق كبير أكاك. اليوم في الفوتبول مودرن خالد راهو مش عيب كي تلعب مع فريق إمكانياته فنية يعني أفضل منك ولا أكبر منك تلعب تنظيم دفاعي محكم. كاردوزو الطابع اللي زادوا للترجي هو التنظيم الدفاعي نتاعه، يعني يلعب بثلاثة محاور سنتينيل ويلعب بتقاء ويلعب بالعايب أو غيلان توا كرجع، وفما توصيات خاصة كي شفناها ما كانتش كي كان يلعب بوغيرا وكان اللعب لاخر رواق. تحس يعني المهاجمين اللي زاتا كوندو كولوار عندهم رول دفاعي بطريقة يعني ظاهرة توصيات، يعني ما فماش ظهير أيسر. أنت كان ترجع حتى للإحصائيات يطلع ويوزع والظهير الأيمن كانت فما توصيات خاصة، وبالتالي تحس الترجي ولا تلعب أسلوب يعني ما نقولش دفاعي لكن تلعب بحذر أكثر بتنظيم أكثر وتلعب يعني أوكيباسيون دي تيران يعني على المستوى الدفاعي ما تخليش ما تلقاش بوكو ديفاي. سي ديجا الترجي يعني كان ترجع قبل ما يجي كاردوزو ممكن تصنع أكثر فرص القدام لكن تتمس في الدفاع في العمق ولا في الأطراف. الكرة توصل كانت حية توجع في دفاع الترجي. هو أكثر تنظيم دفاعي وهذه قلتها أنا المرة الأخرى هذه فلسفة نشوفوها وين مش توصل، لأنه يعني اعتدناش على الترجي هكا. الحاجة اللي زادها كاردوزو ممكن قبل الأخيين الأخرين اللي شدوا الترجي هو على مستوى الحذر والطابع الدفاعي والانتقال الهجومي، يعني على فرصة على فرصتين تنجم تسجل. هنا سمع نتفاعل معاك.